حضراتكم ان امبارح الحقيقه كان في خبرين مهمين جدا وليهم بعد قومي كويس جدا، وبيظهر مدى اهتمام الدوله بملف الصناعه والاعتماد على الصناعات المحليه. امبارح رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اطلع على مشروع تصنيع سياره كهربائيه مصريه، واكد اهتمام الدوله بالمشروع اللي بيحقق هدف توطين صناعه السيارات الكهربائيه محليا، واطلع على الخطوات التنفيذيه للمشروع، وكمان اتضح انه هيتم العمل على بدء التصنيع خلال 6 أشهر للسيارة المخصصة للاستخدام داخل المدينة بمكونات محلية 60%، مع العمل على رفع المكون المحلي الى 90% خلال 24 شهر من بدء الانتاج. وده هيكون طبعا مشروع بحثي ممول من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي بهدف التصميم جميع المكونات الالكترونية والكهربائية محليا. كمان هيتم إنشاء مجمع لتصنيع السيارات الكهربائية على مساحة 50,000 متر، وكمان اتحاد ترتيبات كده لتعميق المكون المحلي في التصميم الميكانيكي والمحركات والدوائر الإلكترونية للوصول لنسبة 100%. بنتكلم ان احنا ان شاء الله خلال اشهر معدودة نشوف سيارة مصرية كهربائية تكون موجودة في الاسواق نقدر ان احنا نستخدمها. واكيد من زمان كنا بنتمنى ان احنا نوصل للمرحلة دي وللخطوة دي، لان دايما بنشوف كل البلاد عندها سيارات في يعني كلنا بنركبها، فمستنيين مصر بقى تقدر تنافس هو ده التوجه العالمي دلوقتي الحقيقه في فكره السيارات الكهربائيه داليا، لان هي الحقيقه خطوات مهمه جدا بتقوم بيها الدوله المصريه لتوطين الصناعه. وعلى ذكر الحقيقه كمان يعني توطين الصناعات المختلفه، امبارح اعلنت الدكتوره ألفت غراب رئيس مجموعه اكاديما للادويه التابعه للحكومه بدء التشغيل التجريبي لمصنع انتاج مستحضرات علاج الأورام، وهو أول مصنع لتصنيع أدوية الأورام في مصر باستثمارات بتصل لمليار جنيه مصري. ده بيأتي بالتعاون مع أحد الشركات الإيطالية، والهدف ببساطة هو من إنشاء المصنع هو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية الاستراتيجية، مع توجيه باقي الإنتاج إن شاء الله للتصدير للأسواق الخارجية في الشرق الأوسط وأفريقيا وشرق أوروبا. كمان خلينا نقول ان الخطوه دي بتمثل يعني خطوه مهمه جدا 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 في تحقيق الامن القومي والصحي للمواطن المصري. كمان فكره انشاء مصنع انتاج مستحضرات علاج الاورام بياتي دعما لجهود الدوله المصريه في مجال توطين صناعه الدواء، وخاصه الادويه الحيويه والاستراتيجيه كادويه طبعا علاج الاورام. الدولة بتحاول انها تسعى انها توطن الصناعات في مختلف القطاعات. يعني في البداية اتكلمنا عن توطين السيارات الكهربائية وتصنيعها في مصر بشكل كبير، دلوقتي بنتحدث عن توطين صناعة أدوية علاج الأورام. وزي ما حضراتكم عارفين يعني علاج الأورام بيتكلف فاتورة استيرادية عالية جدا جدا بالنسبة للدولة، وبالنسبة للمواطن نفسه فهو أيضا تكلفته عالية جدا. ففكرة أنه يكون في توطين لهذه الصناعة، أولا هيتم توفير الأدوية بشكل طول الوقت يكون موجود، يكون كمان سعرها يوصل للنص، يعني بنتكلم على 50%. طبعا بيوفر فرص عمل، فرص للتصدير، لأن في خطوط إنتاج كبيرة جدا. أنا يمكن قلت لحضراتكم في البداية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا بشرق بشكل عام وشرق أوروبا، كمان أمريكا الجنوبية الحقيقة كان في تعاقد بينها وبين مصر واتفاقيات عدة لتصدير الدواء المصري. والدواء المصري يعني للي سافر كمان في العديد من الدول العربية وأفريقيا هيجد أنه هو ليه وزن وقيمة كبيرة، لأنه ليه كفاءة وجودة عالية. وبالمناسبة علاج الأورام مش هيكون بس لسرطان الثدي، سرطان الثدي وسرطان المثانة والقولون والعديد من الأورام الأخرى. وإحنا وصلنا يعني من الأخبار الجيدة إن إحنا وصلنا في مصر دلوقتي لـ 90% من تصنيع الأدوية، بقينا 10%، إن شاء الله بالخطة في 2004 بنهاية 2024 نوصل لـ 100%، ودي خطوة مهمة جدا لأن صناعة الأدوية في مصر عموما هي واحدة من الصناعات الاستراتيجية اللي بتمثل زي ما قلت لحضراتكم أمن قومي وصحي للمواطن المصري. فيا رب إن شاء الله كل التوفيق والخير الدايم لبلدنا مصر، وربنا يشفي يا رب كل مريض. خلينا بقى ننتقل كده.